ما الفرق بين الحديث القدسي وبين الحديث الآخر؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الحديث القدسي هو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، فيكون لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. أما الحديث غير القدسي فهو ما كان من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه من عند الله، قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فيكون معناه وحي، يكون معناه وحيا من الله سبحانه وتعالى، وأما لفظه فهو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي غير القدسي. نعم.